مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم نحكي عن موضوع مهم جدا جدا، خاصة للي موجودين في كندا. تابعونا بعد الفاصل وححكي لكم عن الموضوع. بس قبل ما نحكي، في سؤال سألوني يا ناس كتير، ليش ما بيوصلهم تحديثات من القناة؟ القناة أو أنا بنزل كل يومين يوم بعد يوم فيديو جديد، فالناس اللي ما بوصلهم التحديثات، السبب الوحيد انهم مش عاملين سبسكريبشن. اللي مش عامل سبسكرايب ومش حاطط ضغط على الجرس تبع التنبيهات ما بوصلوا كل جديد. فاعملوا هاي الشغلات، اعملوا لايك، بتدعموا قناتي وبتساعدوني اني استمر في المحتوى. حوالي 90% من اللي بيحضروا القناة للأسف مش عاملين سبسكرايب، بس هدول الناس مش عم بوصلهم كل اشي جديد. فاذا حاب يوصلك كل اشي جديد، اعمل سبسكرايب، اعمل ضغط على جرس التنبيهات، اعمل لايك وساعدني واعمل شير، ونراكم بعد الفاصل. طبعا زي ما حكيت لكم، موضوع هذه الحلقة مهم جدا لأي شخص موجود داخل كندا. أشكر الدكتورة ربا فتال اللي نبهتني أحكي لكم عن هذا الموضوع. هي دائما بتعطينا معلومات مهمة جدا وبتبعت لي شغلات مهمة عشان نحكي لكم إياها. المهم، شكرا دكتورة ربا. الآن الموضوع هو عن السبونسرشيبس، أو كيف تجيب أهلك هون، الأم، الأب، الجد، الجدة، كمواطنين يصيروا عايشين هون، تعطيهم بي آر. طبعا هذا حق كل مواطن كندي يعيش في كندا معاه البي آر أو الجنسية وبيشتغل في كندا، له حق إنه يستطيع إنه يعمل سبونسرشيب، إنه يدعم أهله إنهم يجوا على هون. المشكلة هاي بيحكوا عنها كل مرة في الانتخابات اللي بتصير في كندا، لأنها مشكلة حساسة لكتير، خاصة هدول اللي عايشين أهليهم برا، اللي هو زينا إحنا إجينا مهاجرين، مش اللي أبوهم وأمهم موجودين هم. وهذه المشكلة إلها سنوات وسنوات. في برنامج اسمه Sponsorships للبيرنتس والجرانبيرنتس، وموجود هذا البرنامج، لكن للأسف هذا البرنامج عليه ضغط كبير وما في عليه شغل كثير. فاللي عم بيصير انه بياخذوا طلبات، والطلبات هاي بطيئة البروسيس، يعني بطيئة في العمل. اليوم حكوا في او لما اعلنوا انه الحكومة الكندية حتوقف هذا البرنامج الى والله العليم بيحكوا الى ابريل او شهر الرابع من 2020. عادة بيفتحوه كل سنة في اول شهر. المشكلة انهم مش عارفين يستخدموا سيستم معين في هذا البرنامج. قبل عدة سنوات كان في شغلة اسمها first come first serve، يعني واحد واحد انت بتبعت الابليكيشن تبعك او الفورم تبعك، واللي بيستقبلوه اول بياخذوه. طبعا في ناس عايشين في، كان البروسيسنج تايم او البروسيسنج بليس في مساساغا، اللي عايش جنب مساساغا البريد بوصله بنفس اليوم، اللي عايش في مكان ابعد بده يومين ثلاث. فكان في مشكلة في هذا، وتوقعوا انه هذا الموضوع مش عادل. فعملوا شغلة ثانية اسمها اللوتري سيستم، يعني بدخلوا كل الاسماء وبعدين بسحبوا سحب قرعة. برضو توقعوا انه هذا الموضوع مش عادل. السنة الماضية عملوا برنامج الكل شكى منه، اللي هو موقع ويب سايت فتحوه يوم واحد واحد، واللي بيقدم اول اشي باخدوا 20,000. في حوالي 100,000 واحد قدم واخدوا اول 20,000 بسبع دقائق. متهيئين يا جماعة، سبع دقائق كان السيستم فل. فهذا ببين لك قديش في ديماند. 100,000 واحد تقريبا تقدم. المشكلة هلأ انه بيحكوا انه في حوالي سبع سنوات تأخير في البرنامج. يعني في ناس، مش كلهم طبعا، في ناس انهم سبع سنوات لسه بيستنوا ومقدمين وكل اوراقهم جاهزة. فالموضوع كتير كتير عليه مشكلة. فهذه يعني هذه أكبر المشاكل اللي بتصير في إدارة الهجرة الكندية، اللي هي التأخير. عم بيحاولوا إنهم السنة هاي، في إنه وزير جديد عم بيحاول إنه يغير في النظام بحيث إنه يعجل في هاي الطلبات أو يعطيها الوقت الحقيقي تبعها. يعني إذا بحكوا لك سنتين، معناها إنه سنتين مش تمد لسبع سنوات. اللي فهمته اليوم إنه في حوالي 22% من الطلبات إلها سبع سنوات. سبع سنوات يا جماعة، الناس قاعدين بيستنوا. يعني في أهالي لهم سبع سنوات بيستنوا إنهم يجوا عند أولادهم كإيميغرانت.
المهم فالخبر انه الحكومة الكندية عملت بروسبوند او اوقفت هذا البرنامج الى وقت لاحق، فما اللي كان بيستناه في يناير للأسف ما حيقدر. وربنا يجمعكم وجمع أهلكم مع بعض وتكونوا في أحسن مكان ربنا يختار لكم إياه، وكل تأخيرة زي ما بيحكوا فيها خيرة، وإن شاء الله نشوفه قريبا في فيديو مهم جدا ولاحق. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل